باهي مرشتوني، ما عادش حتى حد يقول لي وقتاش نفرحوا بيك، وقتاش باش ناكلوا درشنا، وقتاش درشنا. باهي يقول القايك زعما هذا الكل، ها باش نجاوبكم، باش نجاوب البنيات اللي تحب ديما تحبوا تسقسيو. باهي تو يقول القايل زعما انا طفله ما نحبش نعرس كيما البنات الكل، نحب باهي، ما نحبش نعمل دار وعائله، نحب ما نحبش يبدا عندي بامبينو ونربيه وفازت هكاك، نحب. شنو اللي ما نحبوش؟ وعلاش يقول قايل للعمر هذا؟ انا مش مقلقتني الحكايه، انا نحس في العبيد متقلقين اكثر مني. كيما طالع شيري الناس متقلقين اكثر مني، مش متقلقين. فما نوع من العباد يحب ديما يسال علاش ما عرستش بك، ثم ما عرستش وقاي تدري شنو. خلينا نوضح لكم، راهي الماخذه سعي مكتوب من عند ربي، ومن تو حاجات نسعاو لها نحن. واضح ولا باهي؟ واضحين. وقتاش انا يقول قايل نسعى باش نعمل اسره؟ وقت اللي نلقى راجل يتماشى معايا انا. كيفاش يتماشى معايا انا؟ انا ديما نحسبها بالورقه وستيلو. العبد اللي قدامي نحط ونعمل ورقه وستيلو ونقول نبدا. تقول قال تعرفت انا على برشا عباد مكتبش المكتوب، وألا غالبهم الكلهم باهين، اما انا ما يتمشيوش معايا، ما نجمش، ما هو ما همش الرجال اللي انا نتهنى على روحي معاه، ولا 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 نعرف روحي باش نكمل معاه. انا ما كان نوع النساء اللي فخار بكري وميم تو مودرن، معناها ما نحبش ناخو ونطلق من الاخر، حب ناخو ماخذة موزونة ونعرف روحي اللي انا العبد هذاك باش نكمل معاه، والا هاني قاعد. ما نحبش ناخو نمشي نلبز، نمشي ناخو على خاطر يلزمني نعرس، ما فماش يلزمني. هذه ما تلعبش معايا انا كلمة يلزمني. فما نلقى شكون بالمواصفات وبالحاجات اللي نحبها انا، وفما حاجات فيه تبدا غلطة نجم نتغاضى عليها، نعرف تينتو باش تكون سافا معايا ونجمو ننضجو عائلة باهية تفيد المجتمع وتبدا خليفة ربي في الأرض، ميسالش ما عنديش مشكل. أما هذايا نزرب ونقز ودرا شنو على خاطر نحب نتخطب ولا نحب نعرس؟ لا، أنا ساعة عملت مليك عمري 17، وعملت فيونساي عمري 26 سنة زوز، والحق وفيونساي مرة بالكلمة، دونك هذوما ثلاثة ولا زوز، ومكتبش المكتوب والباقي انت عارف على شكون. وليت عندي سكانير بسم الله العظيم، نقعد انها شهر ولا شهرين الماكسيموم، ما يقعدش معايا ثلاثة شهور. نشلق بحاجات وحكايات نعطي على ساقية، ما عندي انا ما نستنسش بالعبد، ما نتعلقش. معناها توا نهار فهمت عرفت اللي ها ما نجيوش مع بعضنا، سي ما نجيوش مع بعضنا. الحق فما عروض نتاع زواج، والحمد لله يا ربي سعدي قوي، وان شاء الله البنات الكل سعدها كي سعدي. اما انا مازال ما فما حد مره ضرب لي في مخي، ومن بعد كي ضرب لي في مخي هو ما سعاش، كي ما سعاش طفيت الضوء هنا وكل واحد شدني على روحه، خاطر هو ما سعاش. انا مراه نشد بلاصتي، ديما نقولها انا مراه نشد بلاصتي، حط ساق على ساق وكهو من ما كان حكي تاع انا لي انا مش جوي ما راش هكاك. دونك الطفل هذاك الراجل هذاك كي ما سعاش سليت الفيش على روحي واستكفيت بنفسي. بيني انا قلت لكم نعمل حساباتي، معناها نحط العبد هذاك اللي قدامي ونحكي مع روحي سلمى الراجل هذا اللي باش تاخذو انت راهي حياه، راهي ماهيش لعبه. انت كي حد يتعدى عليك يا سلمى تقلب الدنيا، كي عبد لا قدر الله يوجعك تكسر الدنيا، كي عبد يحاول باش يقزمك ولا يطيحلك من قيمتك ولا يتصرف معاك تصرف غير لايق بيك وما تحملش في روحك راك تقلب الدنيا. هذه انا طبيعتي، انا ما عنديش غري، يا الدنيا كسرها يا تلقاني كي سحفة العسل.
اما وقتاش الدنيا انكسرها كي لا قدر الله نرى معاملة مش نرى كي لا قدر الله العبد اللي قدامي نشم ريحة التسقيط وإلا نشم ريحة الخيانة وإلا المواضيع هذوك سينو الحمد لله يا ربي وإلا عبدي يحاول باش يطيح لي لا قدر الله قدري. هذوما الحاجات اللي أنا نولي فيهم شيطان رجيم وما عادش مليكة وما عادش الطفلة المتربية نولي لطفي يا ربي كي عبد يحاول باش يتعدى عليا والا فهمتوني نورمالمون انا نحسبها بالورقه والستيلو نقول سلمى يا اخي هذا الراجل هذا اللي باش تكمل معاه انت باش تكمل معاه حياتك الكل ولا متاكده خاطر ماهيش لعبه قلت لكم ما نحبش نعرس ونطلق هذا واحد اثنين انت نفسانيا وانت ككل مقتنعه اللي انت باش تخلي حياتك في داركم وعيشتك واللي انت تعمل كل شيء بكيفك واللي انت اوكي متحملة المسؤولية معاك اما انت قادرة باش تخلي حياتك اللي هي حياة واحد عايش مرتاح يترين وقت ما يحب يخرج وقت ما يحب ياكل شنو يحب ما عنده حد شيء ملزوم عليه هذه واحد مستغني على حياتك باش تمشي مع تعيش مع راجلك في تعيش معاه وتسلم في حياتك ثلاثة نحبش نضيع الاثنية اللي ماشية فيها انا ثلاثة اسكو انت مستعدة باش تتعب مع راجل تتعب وتحبل وتجيب صغار وانا ذيك الفازة ذيك انا خايفة منها انا من نخاف من الوجيع انا تضرب في حاجة نموت فهم بالك حبيلة سا ديبون ولادة وكل توا قلبي يضرب انا كي جبت علي الموضوع اسكو انت مستعدة باش تضحي ببدنك وتحبل وتجيب صغار للسيد هذا تبدا هك يستاهل هو يستاهل باش انت سلمى يقوم الصباح يلقاك انت بجنبه ويلقاك محضرت له فطور الصباح ويلقاك شاقية في الدار باش توفر له الراحة النفسية باش هو ينجم ينتج البرة في الشارع مسؤولية راي مش لعب اسكو انت باش تعدي حاجات انت ما تعرفهمش عليه خاطر واحد باش زوز باش اسكو انت انا مثلا ما كان نوع على النساء اللي كل شيء لازم يكون مرتوب ما فماش كالسيطة في القاعة ولا دبش ما هوش متوي ولا صحن يستناني اللي انا باش نغسله جوا ذيك اللي حب حاجة مرتوبة تقعد غادي نقعد نقنقن كيما مع عائلتي معناه اسكو انت سلمى مستعدة لو فرضنا بون دغنيغمون الراجل اللي قلت لكم عليه وسليت الفيشة ماهوش في تونس يعيش وانا اغلبية العروض تاع الزواج اللي جاتني لبرا تبدا نحكي مع روحي انت باش تنجم تبعد تخلي بلادك وتتغرب على خاطر وفي بلاد اخرى خاطر انا مش عقليتي انا عقليتي متاع نحب نسافر نحب نعيش لبرا لا عقليتي انا راحتي وين انا مانيش ما كان نوع البنات اللي نحب قصر انا نحب قنيرو يبدا بيت ولا تبدا من عرش انا استوديو ويبدا نضيف وانا مرتاحه فيه مخي مرتاح القصر واللي انا داخله بعضي نو انا هكيت اسكو انت زعما تتهنى على انت ماركة طفلة ما في, في, في المناسبات تمشي تلم فلوس تمشي تخدم تتعب عليهم تمشي تاخد قطعة ذهب لروحك انت ماركة طفلة تمشي تخدم وتمشي تاخد بخفان 300,000 ولا 400,000 انت ماركة طفلة تمشي تلم تخدم وتتعب تمشي تشري سبيدري بمليون ولا ب500 اسكو هو باش يخولك هكا من يعمل لك يكافئك على مجهودك معاه وتعبك معاه ووقفينك معاه وتضحيتك معاه ويعمل لك حاجات انت كنت عازبة تود روحك بيهم هكا هنا هكا خمم مع روحي وهكا نقول روحي